بالمانجو والنوتيلا والآيس كريم نكهات حديثة للكنافة، لكن تظل الكنافة البلدي هي العلامة الأشهر والمذاق الفريد خلال الشهر الفضيل. فاطمة توفيق مصطفى الشهيرة بالخالة فطومة ابنة محافظة الدقهلية استطاعت الحفاظ على الكنافة المصرية بطعمها الأصلي. ومع دخول شهر رمضان من كل عام تبدأ الخالة فطومة في فرش أدواتها، وذلك لصناعة الكنافة البلدي لأصحاب الذوق القديم الذي يرفض حتى الكنافة الآلي المعدة بواسطة ماكينة خاصة لصنعها. الكنافة البلدي حلوة ما يعلاش عليها حاجة، أحسن كنافة هي البلدي. وبعدين إحنا من زمان بنعمل، ما مش النهاردة بس، الشعر ما نعرفش نعمل. وبعدين البلدي مية ودقيق بس، اللهم صل على النبي. لكن التانية بتحط لها محسن، وبتحط لها بودرة محسن، وبتحط لها بتاع دي بلاستيك علشان اللفة كبيرة. وتعتز عائلة الخالة فطومة بتلك المهنة التي توارثتها العائلة جيلا بعد جيل. أنا بقالي الوقت 45 سنة أو 50 سنة شغالين في المهنة دي، أنا وارثها عن والدي، والدي وارثها عن والده. بقالنا الوقت يجي 50 سنة شغالين في الكنافة البلدي هنا في السوق التحتاني، يعتبر احنا معلمين كل اللي شغال في الكنافة البلدي في السوق التحتاني، والدي اللي معلمها له. وتلقى الكنافة البلدي إقبالا كبيرا على الشراء من المواطنين، لتكون بمثابة ذكرى جميلة وارتباطا وجدانيا عبر السنين بالنسبة للكثيرين في شهر رمضان المبارك.